بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقه جديده. طبعا كلنا عارفين احنا داخلين على تعويم الايام القادمه وخلاص ما بقاش في سبيل للمفر او مفر من التعويم، يبقى انا دلوقتي لازم احافظ على القوه الشرائيه لفلوسي واحافظ على فلوسي. اعمل ايه دلوقتي عشان فلوسي ما تتاكلش بعد التعويم؟ وليه اللي مش عارف يعني ايه تعويم؟ يعني تخفيض قيمه العمله بتاعت حضرتك. سيب مثلا حضرتك معاك 100,000 جنيه وتم التخفيض بقيمة 30%، وده اللي متوقع يمكن يكون اكتر من كده كمان، يبقى حضرتك ما بقاش معاك 100,000 جنيه، بمنتهى البساطة بقى معاك 70,000 جنيه. هتقولي ما انا معايا ال 100,000 جنيه في ايدي اهم. هقول لحضرتك ايوه، ما حدش اخد منك 30,000، ولكن القوة الشرائية لفلوسك ما بقتش ب 100,000 جنيه. بمعنى انه لو حضرتك كنت هتشتري منتج او سلعة ب 100,000 جنيه، محتاج عليهم 30,000 جنيه قيمة التخفيض عشان خاطر تقدر تشتري نفس المنتج. النهاردة كمان الدولار تخطى الحاجز 45 جنيه، ودي كارثة كبيرة جدا جدا، هتعلي التضخم بشكل مش طبيعي. وليه اللي مش عارف يعني ايه تضخم؟ يعني ارتفاع الأسعار. طيب أنا أعمل ايه عشان أنجو بفلوسي أو استثماراتي من الأيام القادمة؟ لازم تكون عارف ان النصايح اللي هقولها لحضرتك دي دلوقتي عشان خاطر استثماراتك تنجو بيها من الطوفان القادم. رقم واحد، لو حضرتك حابب تشتري اي سلعة من باب الادخار او الاستثمار او التحوط، ما تشتريش غير وقت الاستقرار. بمعنى طبعا كلنا شايفين دلوقتي الذهب بيرتفع، هتبدأ ناس كتيرة جدا جدا تروح تشتري الذهب دلوقتي وتخزنه وتقول انا بدخر وبستثمر. حضرتك ولا بتدخر ولا بتستثمر، حضرتك بتتعب نفسك وبتتعب اعصابك وبتشتري والذهب غالي. مفيش حاجة اسمها نشتري السلعة وهي غالية ونبيعها وهي رخيصة، وده احنا شفناه شهر 3 الماضي، بدأت الناس تشتري الذهب لدرجة بقينا بنشوف في زحمة في محلات الذهب أعلى من زحمة في السوبر ماركت، بقت عاملة زي محلات البقالة، كانوا بيشتغلوا الساعة 2 والساعة 3 صباحا من كتر القوة الشرائية اللي موجودة على المحلات. شوية وبدأت الأسواق تستقر، بدأت الناس تصرخ وخايفة جدا على فلوسها ومش عارفين يعملوا ايه، وما بدأتش خلاص انا مش عارف الم فلوسي، فلوسي راحت. وكمان الكارثة الاكبر ان بدأت ناس ما تحتفظش بالذهب خوفا منها، لانه خلاص قيمته هتقل كتير جدا جدا وهيوصل 1700. كانوا شارين الذهب ب 2800 جنيه و3000 جنيه للجرام، وفي ناس منهم والله راحت باعت ذهبها ب 1900 وب 2000 وب 2100 وب 2200. متخيلين قدر الخسارة قد ايه؟ يبقى انا لو حابب اشتري سلعة مش هشتريها في وقت يكون فيه ارتفاع في الاسعار، هشتري في وقت استقرار السلعة، استقرار وهدوء. معنى كده انه السلعة دافع سعرها النسبي او قيمتها النسبية او الاسمية مناسبة جدا. ده طبعا مثال بس، يعني مش بينطبق على الذهب بس، بينطبق على السيارات، على العقارات، على الاجهزة الكهربائية، على السلع المعمرة، على كل شيء. النصيحة التانية، اشتري بالتقسيط مش كاش، برغم ارتفاع الفايدة. ايوه برغم ارتفاع الفايدة مفيش اي مشكلة، لانه بمنتهى البساطة لو مثلا حضرتك اشتريت دلوقتي عربية بمليون جنيه، بتدفع ليها اقساط زي مثلا 7 سنوات، كل شهر 5000 4000 7000 10000. دلوقتي انا خلاص اخدت العربية بدفع نفس القسط، يعني رغم ارتفاع سعر العربية القيمة بتاعت العربية معايا بترتفع، وقيمة ال 3000 جنيه وال 5000 جنيه بيقلوا لما انا بديهم للتاجر. بمعنى انه انا القيمة اللي انا اقتنيتها هي اللي بتغلى. لو كنت انا دلوقتي حابب، لو جيت بعد ال 7 سنين وحبيت اشتري نفس العربية بمليون جنيه، عمري في حياتي ما هقدر اشتريها هي هياها، وانا السعر بتاعي ثابت اتفقت عليه وكتبت بيه عقد وخلاص، السعر ثابت والقسط ثابت برغم الفوائد. ايوه برغم الفوائد. الحاجة اللي بعد كده، لو أنا بشتري سلع معمرة، بمنتهى البساطة أفضل طريقة ممكن تشتري بيها ويكون فيها زيرو فوائد هي فيزا المشتريات. ولكن خلي بال حضرتك كويس جدا جدا جدا، اوعى تبقى مديون من فيزا المشتريات، لأن الفوائد بتاعتها بتكون أعلى من أي حد. كمان لازم تتصل بالبنك بتاعك الأول، لازم تعرف نظام التقسيط ايه، القسط قد ايه، المتجر أو المكان المعرض اللي حضرتك هتشتري منه الأجهزة دي، لازم تتأكد الأول من انه متصل بالبنك أو انه معرض تمام متعاقد مع البنك، ويكون معرض يعني سمعته كويسة ويكون مكان مضمون جدا جدا. كمان لازم تكون حضرتك عارف ومتأكد انك هتقدر تدفع القسط، مفيش اصل ثابت. يعني لو عند حضرتك اصل ثابت بيغطي قيمة القسط،
مرتب، معاش، ايا كان. لو ده مش موجود اوعى تشتري اي حاجه قسط. طيب ايه افضل السلع اللي انا ممكن اشتريها قبل التعويم؟ رقم واحد ونمبر وان هي طبعا الذهب، ولكن مش للمضاربه، بمعنى انه الذهب استثمار متوسط الاجل وطويل الاجل. لو حضرتك هتشتريه على المده الطويله القصيره، او انه حضرتك هتشتريه للمضاربه، هتكون نسبه الريسك كبيره جدا جدا جدا. ولكن هتقولي ساعات بتكون نسبه المخاطره، نسبه المكسب كبيره، هقول لك بس نسبه المخاطره اكبر بكتير جدا. الذهب هو السلعه الوحيده والاكثر اللي بتتناسب دائما مع نسب التضخم مهما ارتفع. يعني الذهب بيرتفع والتضخم بيرتفع، اي سلعه تانية التضخم بيرتفع والسلعة تعتبر زي ما هي كقيمة اسمية. يبقى أنا أول حاجة هشتريها هي الذهب. تاني حاجة هي الأجهزة الكهربائية. لازم تكون عارف إنه الأجهزة الكهربائية أسعارها زادت بنسبة 100%. أيوة 100%. لو حضرتك محتاج جهاز كهربائي، يعني حضرتك بتجهزي بنتك، بتجهزي شقة ابنك، هتشتري ديب فريزر، غساله، تكييف، اي شيء لحضرتك. يعني انا هشتري التكييف مش هحتاجه غير الصيف اللي جاي، لا هشتريه دلوقتي حالا مش هشتريه بعدين، لانه بعد التعويم هشوف منه سعر تاني خالص خالص. وكمان مع ارتفاع التضخم وكمان انخفاض قيمه الفلوس اللي معايا، يبقى انا كده هحتاج ضعف المبلغ اللي انا كنت محتاجه. الحاجه اللي بعد كده هي العقار. بالرغم من ارتفاع اسعار مواد البناء حوالي 70%، وده كلام مؤكد من شركه بالم هيلز، الا انه في ركود كبير جدا في سوق العقارات، وده ملحوظ جدا جدا، وده في مصلحتك دلوقتي. يعني انه حضرتك هتشتري دلوقتي وفي ركود في السوق، يعني حضرتك هتشتري دلوقتي بالاسعار الكويسه واسعار محترمه، منتج عالي الجوده، ولكن عند العقار هتقف حبتين. ليه؟ لانه انا هنا لما اجي اشتري عقار، لو انا بشتري شقه مش هشتري شقه في الدور الاخير، مش هشتري شقه في برج ما فيش فيه اسانسير، مش ليه؟ لانه بمنتهى البساطه الشقه اللي في الدور الاخير دي شقه شيك وجميله وحلوه وواسعه وكبيره ومساحتها كويسه وفي مكان كويس، بس كلمه بس دي بتكلف حضرتك في البيع وفي الايجار وفي كل حاجه. الحاجه اللي بعد كده انا بشتري محل، يعني زي مثلا هشتري محل، هشتري سوبر ماركت، هشتري اي حاجه، لازم اشتري حاجه في مكان يكون مأهول جدا جدا بالسكان. ولو بشتري عماره او بشتري بيت او بشتري شقه، لازم يكون في مكان مأهول جدا بالسكان. هتقول لي ليه؟ هقول لحضرتك علشان اقدر اطلع منه دخل سلبي. معنى كلمه دخل سلبي مش انه بالماينس او بالسالب، لا، دخل سلبي بيجي لي وانا مش بعمل حاجه، يعني مش بروح الشغل اجيب فلوس من الشغل، لا، دخل سلبي يعني دخل سلبي وانا مش بشتغل. هو ده الدخل السلبي. الدخل السلبي ده هو ايجار شهري هيجيلي من العقار او المكان ده. حاجه اللي بعد كده، ما تحطش كل فلوسك كلها في اداه استثماريه واحده، لانه حضرتك كده بتعلي نسب المخاطره جدا جدا جدا، وده طبعا زي الناس اللي راحت اشترت بكل فلوسها ذهب. الحاجه اللي بعد كده لازم يكون عند حضرتك قابليه للمخاطره، عشان كده لازم تستثمر في البورصه بنسبه 10 او 15% على الاقل من فلوسك، خصوصا في الاوقات اللي احنا فيها دي. البورصه المصريه بتشهد انتعاش غير عادي، يبقى لازم حضرتك تشتري ب 15 او 20% اسهم في البورصه المصريه. هتقولي مش بعرف اضارب في البورصه، اقول لحضرتك ايوه، لو ما عندكش خبره في البورصه المصريه اوعى تضارب بنفسك. هتقولي طيب اعمل ايه؟ هقول لحضرتك عندك شركات تداول الاوراق الماليه، هم اللي ممكن يضربوا لحضرتك في البورصه، وهيكون تصرفهم طبعا افضل مليون مره، لان هم بيكونوا عارفين ايه نوع السهم اللي يشتروه، ايه انه او انه اسهم ممكن يشتري فيها، بيحاول انه يعظم لحضرتك دايما العائد ويطلع حضرتك دايما كسبان. لما تلاقي نفسك خلاص بقيت اوكي، بقيت عارف في البورصه، مفيش مشكله، تقدر حضرتك تضارب بنفسك. لكن ما ينفعش يكون معايا 100000 جنيه دلوقتي اروح اشتري بيهم في سهم معين واقعد طول النهار قدام الشاشه، اعصابي تتعب، بشوف السهم بيروح لفين وبيجي منين، وفي الاخر بلاقي نفسي خسرت فلوسي ونسبه الريسك بتكون كبيره جدا جدا. في الاول هنضارب من خلال اما صناديق الاستثمار اللي موجوده في البنوك او شركات تداول الاوراق الماليه. هي دي النصايح اللي اقدر اقولها لحضرتك قبل التعويم، لانه التعويم يعتبر طوفان قادم على استثماراتنا وعلى فلوسنا ومدخراتنا وتحويشه العمر بتاعت حضراتكم. أتمنى كده يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لحضراتكم وقدرتوا تستفيدوا منه ولو بمعلومة واحدة، وبنتظر من حضراتكم لو استفدتوا بمعلومة واحدة يا ريت ما تنسوش تضغطوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. شوف حضراتكم فيديو جديد وخبر جديد، في أمان الله.